بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله هنحل مع بعض اسئلة يونت 4. يونت 4 يا شباب بتتكلم عن الهرمونز او الهرمونات اللي داخل جسم الانسان. فيها لسون واحد بس بيتكلم عن الهرمونز ان ذا هيومن بودي، الهرمونات داخل جسم الانسان. ان شاء الله يا شباب هنراجع معظم الاسئلة واهم الاسئلة اللي جت على لسون 1 في يونت 4. يا ريت تركزوا معانا كويس جدا. بس قبل ما نبدا حلقه النهارده احب افكركم بحاجتين. يا ريت يكون جنبنا ورقه وقلم عشان لو حبينا نسجل نوتس مهمه نسجلها بسرعه وما نضطرش نقوم ونرجع تاني. كمان لازم ناخد بالنا من الديسكريبشن او من وصف الفيديو اللي بيكون مكتوب اسفل الفيديو، لان فيه كل اللينكات المهمه، ومن ضمن اللينكات ديت هو لينك جروب الفيسبوك بتاعنا علشان تقدروا تتواصلوا معانا بشكل مستمر. اشتركوا في جروب الفيسبوك بتاعنا، وبعد الفاصل هتكون جبت ورقه وقلم ورجعت نبدا نحل مع بعض الاسئله. ما تروحوش في اي حته وخليكم متابعينا لاخر الحلقه. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب، وتعالوا بينا نشوف اول سؤال معانا النهارده بيقول ايه. بيقول لي the chemical substance that control and organize most of the body vital activities is، يعني مين هي المادة الكيميائية اللي بتتحكم وبتنظم معظم العمليات الحيوية اللي بتحصل في جسمنا؟ طبعا الهرمون اللي هو الهرمونات. شوف السؤال اللي بعده بيقول لي hormones are secreted from، الهرمونز بتفرز من طبعا الاندوكراين جلاندز الغدد الصماء، او ductless glands برضو يعني الغدد الصماء. لو جات لك كلمة ductless هي كلمة endocrine. تمام. السؤال الثالث بيقول لي mean is the only way for hormones to reach their sites of action، يعني مين الطريق الوحيد للهرمونات علشان يوصل للمكان اللي هيعمل فيه الاكشن بتاعه؟ طبعا البلد الدم هو الطريق الوحيد اللي الهرمونز بتقدر تمشي فيه. تمام. كمان بيقول لي في حاجة اسمها target cells are cells that، التارجت سيلز الخلايا المستهدفة او الخلايا اللي هي اسمها تي سيلز، ديت الخلايا اللي بتعمل ايه؟ قال لي افكتد باي هرمون، يعني الخلايا اللي بتتأثر بالهرمونات، يعني الهرمونات بتأثر على التي سيلز او التارجت سيلز. تمام كده. رح نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي all of the following are considered from endocrine glands، كل دول من الاندوكراين جلاندز except the sweet glands ما عدا الغدد العرقية. تمام كده. السؤال اللي بعده pituitary gland is called، طبعا is called ايه؟ master gland او main gland، الاتنين صح. تمام. البيتيوتري جلاند اللي هي الغدة النخامية هي الغدة الماستر او الغدة المين الاساسية يعني. السؤال اللي بعده all of the following are hormones secreted by pituitary gland except، كل دي هرمونات بتفرز عن طريق البيتيوتري جلاند ما عدا طبعا ما عدا الكالسيتونين، لان الكالسيتونين بتخرج من الثيرويد جلاند من الغدة الدرقية اللي هي موجودة في منطقة النك او منطقة الرقبة. تمام. شوف السؤال اللي بعده بيقول لي مين secretes facilitating hormone during delivery، مين اللي بيفرز الهرمون اللي بيسهل عملية الولادة؟ طبعا البيتيوتري جلاند اللي هي الغدة النخامية، وده هرمون من السبع هرمونات اللي البيتيوتري جلاند بتفرزهم. تمام كده. شوف السؤال اللي بعده بيقول لي the disorder resulted due to the increase of the secretion of growth hormone at childhood، ايه هو الاضطراب او المرض اللي بيحصل لو هرمون النمو افرز بكميه زياده في مرحله الطفوله؟ طبعا بيحصل جيجانتيزم اللي هي العملاقه، يبقى الشخص ده عملاق. السؤال اللي بعده the hormone which determines the height that the person will reach at adulthood stage is، مين الهرمون اللي بيحدد طول الشخص؟ طبعا الجروث هرمون، الهرمون المسؤول عن النمو. The endocrine gland that lays in the front surface of the neck، مين الغده اللي بتقع في المنطقه الاماميه للرقبه؟ on both sides of trachea، على الجنبين بتوع القصبة الهوائية، طبعا الثيرويد جلاند او الغدة الدرقية. السؤال اللي بعده the hormone which regulates the level of calcium in the blood، مين الهرمون اللي بينظم مستوى الكالسيوم في الدم؟ طبعا كالسيتونين، باين من اسمه. السؤال اللي بعده كالسيتونين هرمون is secreted from، الكالسيتونين بيخرج من انهي غدة؟ طبعا الثيرويد جلاند، لان الثيرويد جلاند بتفرز هرمونين، واحد اسمه ثيروكسين وواحد اسمه كالسيتونين. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي مين الهرمون liberates the needed energy from the food stuff، يعني
مين الهرمون اللي بيحرر الطاقة اللي موجودة في الطعام؟ طبعا ثيروكسين. تمام، السؤال اللي بعده: The disorder resulted from the increase of the thyroxine hormone secretion in large amounts. يعني ايه الاضطراب او الخلل او المرض اللي ممكن يحصل لو الثيروكسين هرمون افرز بكمية زيادة؟ طبعا هيحصل exothalamic goiter اللي هو التضخم في الغدة وجحوظ في العين. العين بتبقى بارزة لبرة والمنطقة بتاعت الرقبة والغدة دي بتتورم او بتتضخم شوية. السؤال اللي بعده بيقول: The hormone whose deficiency causes enlargement of thyroid gland. ايه الهرمون اللي لو حصل نقص فيه هيحصل تضخم في الغدة الدرقية؟ طبعا الثيروكسين هرمون، لو نسبته قلت هيحصل enlargement في الثيرويد جلاند او تضخم في الغدة. السؤال اللي بعده بيقول: The hormone which stimulates the release of glucose sugar from liver is the hormone. الهرمون اللي بيحث او بيشجع انطلاق الجلوكوز او السكر اللي اسمه جلوكوز اللي موجود في الكبد، مين الهرمون اللي بيطلعه من الكبد؟ طبعا الجلوكاجون. الجلوكاجون هرمون هو اللي بيروح يخبط على الكبد ويقول له طلع لي الجلايكوجين اللي عندك اللي انت مخزنه، السكر اللي متخزن في الكبد اسمه جلايكوجين، وحوله لي لجلوكوز، وبعد كده الجلوكوز دوت يوصل للبلد او يوصل للدم ويبتدي الجسم يستخدمه. تمام كده. السؤال اللي بعده بيقول لي: The hormone that simulates the storage of glucose sugar in the liver. من الهرمون اللي يحفز الكبد على تخزين سكر الجلوكوز فيه؟ طبعا الانسولين او الانسولين. الانسولين لي two functions، اول وظيفة ان يقلل السكر في الدم. طب لو السكر ده كان زيادة يخزن السكر الزيادة في الكبد. طب يخزنه على شكل ايه يا شباب؟ يخزن الجلوكوز شوجر على شكل مادة تانية اسمها جلايكوجين، على شكل مادة تانية اسمها ايه؟ جلايكوجين. يبقى الانسولين بيساعد في تخزين السكر الزيادة في الكبد. تمام كده. السؤال اللي بعده: الجلوكاجون هرمون السكريتد باي، طبعا بنكرياس، لان البنكرياس بيطلع تو هرمونز الانسولين والجلوكاجون هرمون. اللي بعده بيقول: الادرينال هرمون which stimulates the body organs to respond to emergencies is secreted from. يعني الادرينالين هرمون بيفرز منين؟ طبعا من التو ادرينال جلاندز او الادرينال جلاند، الغده الكظريه اللي هي موجوده above the kidney او موجوده فوق الكلى. السؤال اللي بعده بيقول لي: in experiment في تجربة the research eradicates أو remove a pancreas from rat. يعني في تجربة عملوا فيها إزالة للبنكرياس بتاع فار، شالوه. بيقول لي: which symptoms could appear on this rat. إيه الأعراض اللي ممكن تظهر على الفار دوت؟ طبعا diabetes، هيظهر عليه مرض السكر. ليه؟ لأن البنكرياس لما كان موجود كان بيطلع الإنسولين، والإنسولين كان بيقلل السكر، فلما هنشيل البنكرياس مفيش إنسولين فالسكر هيزيد، فهيحصل diabetes اللي هو مرض السكري او داء السكر. تمام كده. السؤال اللي بعده بيقول لي: function of نقط هرمون، وظيفه انهي هرمون is contradict the function of insulin hormone، بتتعارض او عكس الوظيفه بتاعه الانسولين هرمون. طبعا الجلوكاجون. ليه؟ لان الجلوكاجون بيزود السكر في الدم، اما الانسولين بيقلل السكر في الدم، فوظيفه الاثنين عكس بعض. السؤال اللي بعده: man suffer from، الانسان بيعاني من انهي مرض؟ disease يعني مرض. When his food lacks of iodine، لما يكون الأكل بتاعه قليل في الأيودين أو ينقصه الأيودين، طبعا هيحصل له simple goiter. هيحصل له إيه؟ simple goiter. ليه؟ علشان الأيودين بيدخل في الستراكتشر بتاعة الثيروكسين هرمون، بيدخل في تركيبة الثيروكسين هرمون، فلما الأيودين يقل الثيروكسين يقل، يحصل simple goiter. تمام كده يا شباب؟ بيقول لي: مين الاليمنت شيرز ان كومبوزيشن اوف ثيروكسين هرمون، مين العنصر اللي بيشارك في تكوين الثيروكسين هرمون؟ طبعا احنا لسه قايلين ايودين. سيمبل جويتر اوكيرز وين ذا ثيروكسين هرمون ديكريزز ديو تو ذا لاك اوف. يعني السيمبل جويتر هيحصل لما الثيروكسين هرمون يقل بسبب نقص ايه؟ نقص الايودين، لسه قايلينها. السؤال اللي بعده بيقول لي: ذا هرمون ريسبونسبل فور ذا ابييرنس اوف ميل سكس اوف ميل سيكندري سكس كاركترز از. الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية للميل أو للذكر، مين هو الهرمون دوت؟ طبعا التستوستيرون هرمون. طب يخرج منين؟ بيخرج من التو تيستس جلانز. تمام؟ السؤال اللي بعده بيقولي: the hormone that promotes the growth of endometrium is. الهرمون اللي بيعزز نمو بطانة الرحم، طبعا ده بيبقى في الفيميل، اسمه ايه؟ اسمه بروجستيرون هرمون. طيب مين هي الجلاند which secrete testosterone hormone؟ طبعا التو تيستس.
السؤال اللي بعده بيقول the hormone responsible for the appearance of female secondary sex character is، يعني الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية في الأنثى اسمه ايه؟ اسمه استروجين. تمام كده يا شباب، ولحد هنا تكون حلقة النهاردة خلصت. بتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى تكونوا استفدتم، واشوفكم في حلقات جاية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش يا شباب تشتركوا في القناة بتاعتنا وتضغط على زرار سبسكرايب، وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلك اشعارات وتنبيهات بكل الحلقات الجديدة اللي تنزل اول باول. وكمان يا شباب ياريت لايك للفيديو، لان كل ما عدد اللايكات زاد كل ما دوت ساعد في نشر الفيديو لناس اكتر، وساعد في ظهور الفيديو لعدد اكبر من الناس. ما تنساش تعمل كومنت رأيك في الحلقة، ارائك، استفساراتك، اي حاجة محتاجها مننا ياريت تسيبها تحت في الكومنت. وكمان ما تنساش تعمل شير للحلقة لكل اصحابك وقرايبك وعلى صفحتك على الفيسبوك علشان كل الناس تستفيد زي ما انت استفدت. ولحد هنا يا شباب حلقتنا انتهت وحلقة النهاردة خلصت، بس لسه الحلقات اللي جاية كتير. اشكركم على متابعتكم للفيديو، واشكرك انك وصلت لحد نهاية الفيديو، وده معناه انك مهتم. واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جاية كتير. ياريت تطبقوا اللي انتوا بتتعلموه اول باول علشان تستفيد وتحقق اعلى الدرجات. اشوفكم على خير يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.